السلام عليكم اعرفكم على حالي انا الاستاذ بسام الحباشنه ان شاء الله راح أه نكون مع بعض هذا الفصل بحصص مباشرة تفاعلية راح تكون الحصص هي تقريبا نحكي عن المادة بشكل عام مش بالتفصيل لأنه الشرح بالتفصيل موجود على المنصة موجود على المنصة بس راح يكون هون حصص يعني كيف بدي احكي اللي أخذ معنا الفصل الماضي آخر إشي المراجعات فهم كيف يعني بنغطي الماده كامله بسرعه ما راح يكون شرح تفصيلي الشرح التفصيلي والاسئله وحل اسئله الدروس كلها موجوده على المنصه اللي بالمنصه بيعرف هذا الحكي تمام اهلا فيكم هنتعرف عليكم طبعا انا بعطي صف تاسع وعاشر تاسع كنت اعطيهم الفصل الماضي وانتم ان شاء الله هذا الفصل كمان معهم اهلا يا مهند وعليكم السلام الله يعافيك يا هيا الله يعافيك يا مأساة أهلا يا ياسين طيب. خلينا بس نفتح الكتاب لأنه راح يكون دراستنا يا جماعة الكتاب اه أحسن إشي الكتاب أهلا يا تيم وعليكم السلام يا شهد خلوك خلوكم بس معي دقيقة ما يحمل الكتاب ما في صوت طيب شو رايكم صحيح بلشتوا بالمدرسه بالماده بلشتوا بالرياضيات بالمدرسه احكوا لي كيف شايفينه من يعني بدايته اكيد البداية راح تكون سهله شوي ما تستصعبوها انتم كمان بس بدي اشوف انطباعكم بشكل عام عن الماده بسيطه درسته صف آه ريماس راح نراجع كل إشي راح يلزمنا من الصفوف اللي قبل يعني آه راح يكون في كثير أفكار جانبية مش مذكورة بالكتاب هي عبارة عن مراجعة فما تخافوا من هاي الناحية أهو بصراحة بده تمهيد كثير المادة لأنه داخلين على مادة قوية خلينا آه نحكي فبدنا يكون عندنا اساس لازم يكون عندنا الاساس طيب أو الرياضيات صعب لا حرام عليك يا لون لا لا الرياضيات مش صعب الرياضيات هو مهاره وعبارة عن معلومات بدك تجمعها مع بعض عشان تكتسب مهاره معينه فاللي عنده هاي المعلومات راح يشوفها سهل راح يشوف كل المواد سهله مش بس الرياضيات حتى واللي ما عنده هاي المعلومات راح يشوفه صعب بس لو يجمع المعلومات هاي كلها مع بعض يستفيد هون من هون شوي ومن هون شوي من هون شوي من هون شوي والله غير وعد يشوفه سهل ورياضيات الفصل الثاني هذا كثير كثير مهم للتوجيه كثير مهم للتوجيه تراجع لنا الاقتران الخطي والتربيعي اكيد اه راح اراجع لكم اياه في اشتقاق آه يا يوسف رياضيات الفصل الثاني في اشتقاق كنا ثامن أونلاين مش مشكلة يا شهد عادي المعلومات اللي بتلزمكم من ثامن أكيد راح نراجعها ما راح نمر على شيء هيك إلا الكل يكون فاهم تمام ممكن بس نصلي المغرب طيب يا ماسر روح يصلي وإن شاء الله خمس دقايق ونبدأ لسه من حمي قاعدين أول يوم <applause> اليوم بلشنا الدرس الأول أخذت مقدمات عن المادة رنا أول وحدتين بالتوجيه شوفوا الاقترانات هاي كثير مهمة هاي كثير مهمة اقتران كثيرة الحدود قسمة كثيرات الحدود اه. تركيب الاقترانات الاقتران العكسي المتتاليات هاي مهمة بالتوجيه المشتقات جينا الاشتقاق هذا طبعاً اكيد سمعتوا عنه انه بالتوجيهي هذا برضه توجيهي وقيم العظمى والصغرى هو عباره عن توجيهي بس في معلومات زياده بالتوجيهي صغيره بس حتى يعني تقريبا اللي بحل هذا ممكن يحل امتحانات وزاره ماشي فإشي مش صعب ماشي حاطين لك اياه بالعاشر يعني اكيد مش صعب عندنا متجهات تمام وعندنا احصاء واحتمالات اكيد كمان موجود توجيهي ماشي يعني من كل وحدة موجودة شوي طيب بس كويس ممتاز حد الآن كويس والله شاهد إن شاء الله الكل يكون وضعه كويس طيب أهلا يا ناس طيب خلينا شوي نحكي عن الاقترانات كثيرة الحدود نراجع لكم أول إشي شو يعني اقتران الاقتران بيكون في عندي f الإكس x وبيكون عندي هون هذا مقدار بيكون هذا كله اسمه اقتران يعني زي f الإكس يساوي ثلاثة x تربيع زائد خمسة x ناقص أربعة. هذا اقتران. هذا الاقتران مكون من حدود، اسمه كثير حدود، مكون من حدود. طيب، كيف بدي اعرف وين الحدود؟ دائما الحدود يا جماعة بفصل بينها جمع أو طرح. يعني هذا اقتران، ثلاثة إكس هاي، هاي حد لحالها. هاي فصل جمع. وهي عندي خمسة إكس هاي حد. وعندي الأربعة فبالتالي كم حد بالاقتران هذا عندنا ثلاث ثلاث حدود عرفنا كيف نفرق الحدود الحدود هي بتكون بين الجمع والطرح طيب بحكينا لو عندنا اقتران مثلا زي هيك اف يساوي سبعة اكس زائد واحد كم حد هذا يلا احكوا لي كم حد عشان تكونوا فاهمين الفكرة حدين ممتاز رايحين هاي أول واحد كرم كرم ممتاز هذا حدين ليش؟ لأنه سبعة إكس حد والواحد هاي حد طيب هيك عرفنا الحدود طيب هذا الاقتران درجة الاقتران يا جماعة درجته اللي هي بتكون شو؟ بتكون أكبر قوة، أكبر قوة للإكس هنا كم؟ هنا عندنا إكس تربيع، وهنا عندنا إكس، وهنا ما عندنا إكس. طيب، أعلى قوة، أكبر قوة اللي هي الاثنين. فإذا هذا من الدرجة الثانية. هذا الاقتران من الدرجة الثانية. هذا بالنسبة لدرجة الاقتران. طيب، خلينا نشوف اقتران ثاني. f x يساوي 7 هذا اقتران فيه حد واحد بس فبالتالي هذا بنسميه وحيد الحد وحيد الحد طيب في معه اكسات لا طيب خلينا نحكي لكم معلومة على جنب أي إشي قوة صفر أي إشي قوة صفر كم يساوي؟ رائعين واحد اي شيء قوه صفر واحد طيب x قوه صفر كم؟ واحد طبعا ما عدا x لازم ما تكون صفر لانه ما بصير قوه صفر. صفر قوه صفر هاي صفر قوه صفر هاي لا تجوز بس مش مطلوبه منها هسه طيب اي شيء قوه صفر يساوي واحد معناته اكس قوه صفر يساوي واحد طب بقدر احكي انه هاي اكس قوه صفر بقدر احكي طيب شو اعلى قوه عندي الصفر معناته من الدرجه الصفريه من الدرجه الصفريه لانه اعلى قوه عندي اللي هي الصفر او ممكن ما اكتبها خلاص اعرف انه هذا الاقتران شو بنسميه اقتران لما يكون رقم او عدد ايوه اقتران ثابت ايوه اقتران ثابت ممتازين طيب طيب هذا وحيد الحد ولا لا اف الاكس يساوي 7 اكس تربيع ضرب ضرب خمسة إكس هذا وحيد الحد ولا لا؟ يلا نشوف الشاطرين هسه الذكيين أسه. مش وحيد الحد وحيد الحد اه ولا لا؟ يا عيني عليكم يا يعني عليكم في واحد محمد بني هاني كانه طيب. يا جماعة إحنا حكينا بين الحدود دائما بفصل جمع وطرح صح؟ طيب في عندي جمع وطرح؟ لا معناته كل هذا حد واحد فبالتالي هذا الاقتران كامل وحيد الحد هذا وحيد الحد عرفتوا؟ بس لو بدلتها بزائد ببطل وحيد الحد بصير آه اللي هو آه حدين طيب مين الشاطر اللي يحكي لي درجته هذا الاختران يلا أها في ناس بتغلط أنا بحب اللي بغلط، بحب اللي بغلط. <applause> طيب يا جماعة، خلينا نحكي لكم عن الضرب شوي. لما أحكي لكم ثلاثة إكس تكعيب ضرب خمسة إكس تربيع. طيب، خلينا نحكي عن الضرب شوي. اهدوا شوي، خلينا نحكي عن الضرب. دائماً بالضرب لما يكون عندنا متغيرات اللي هي زي الاكس هذا متغير وعندنا ثوابت شو بنعمل نضرب الثوابت لحال نضرب المتغيرات لحال طيب هاي عندنا ثلاث وعندنا خمسة بينهم ضرب ثلاث ضرب خمسة خمستاش طيب وعندنا اكس تكعيب واكس تربيع يعني اكس تكعيب ضرب اكس تربيع دائما دائما لما اخذناها بالفصل الاول هاي لما يكون الأساس نفسه الأساس هنا إكس الأساس إكس لما يكون الأساس نفسه شو بنعمل بالأسس بنجمع الأسس ممتازين يعني عليكم فبتصير هاي خمستاش إكس قوة إكس قوة ليش يا إياد نجمع مش نضرب خمسة رائعين إكس قوة خمسة فإذا إذا هذا بحكي لكم إف X يساوي فبكون من الدرجة الخامسة. طيب خلينا نروح على سؤالنا. نروح على سؤالنا هون. طيب هون سؤالنا اللي هو سبعة في خمسة خمسة وثلاثين. طيب إكس تربيع ضرب إكس إكس قوة ثلاث فاذا هذا الاقتران من الدرجة الثالثة دان مية بالمية مالكم سريعين فيش عند the... قطعات قطعات طيب ما شاء الله عليكم طيب خلينا نحكي شوي عن ترتيب الاقتران اللي هو كثير الحدود لما احكي لكم مثلا اف الاكس يساوي اكس قوة خمسة زائد اكس قوة سبعة ناقص اكس قوة اربعة زائد واحد طيب هذا الاقتران من الدرجة السابعة ممتازين من الدرجة السابعة. طيب بما إنه من الدرجة السابعة ليش كيف عرفنا صحيح إنه من الدرجة السابعة لأنه أعلى قوة للإكس هيها سبعة فبالتالي من الدرجة السابعة. طيب هذا مش مرتب الاختلاع عندي. كيف بدنا نرتبه؟ طيب صحيح كم حد هذا بس قبل كم حد؟ سلام ممتاز ممتاز أربعة. طيب أربع حدود لما نرتبه هذا الاقتران لازم نرتبه من الإكس اللي قوتها أكبر لحد الإكس قوتها أصغر يعني تنازلي تنازلي من الأكبر للأقل من الأعلى للأدنى يعني أنه أكبر إكس قوتها هي إكس قوة سبعة طبعا مع إشارتها إشارة العدد وين بتكون على ولا يساره إشارة أي إشي إشارة العدد الله عليك يا أحمد إشارة العدد وين بتكون؟ يعني لما أحكي لك سالب واحد بقدر أحكي هيك سالب واحد؟ لا لازم أحكي سالب واحد بتكون على يساره إشارة أي مقدار تكون على يساره إشارة أي مقدار بتكون على يساره تمام؟ طيب هنا x قوة 7 اتفقنا عليها هاي طيب بعدين x قوة 5 مع إشارتها يعني زائد x قوة 5 بعدين x قوة 4 مع إشارتها ناقص x قوة 4 زائد 1 الواحد هذا أو أي مقدار ما معه x بنسميه الحد الحد الثابت يا عيني عليكم الحد الثابت هذا سميناه الحد الثابت. طيب، خلينا نحكي عن شغلة. طيب، هون بيحكي لنا شغلة عن اسمه المعامل الرئيس. المعامل الرئيس اللي هو، خلينا ناخذ مثال من هون، أو خلينا نروح على أمثلتنا نفسها. طيب، المعامل الرئيس يا شباب وصبايا، المعامل الرئيس وين اكس قوة. اعلى عدد اللي هي اكس قوه 7 صح هاي القوه شو معاملها معامل اي اكس او اي متغير بيكون على يساره يعني مثلا مثلا ما بصير احكي اكس قوه 7 او 4 ضرب 3 ما بصير هيك احكيها لازم احكي 3 اكس قوه 7 دائما معامل اي متغير بيكون على يساره تمام طبعا اكس قوه 7 هاي برضه متغير مش ضروري تكون اكس لحالها طيب لما تكون اكس لحالها بتكون اكس قوه كم اكس قوه 1 يعني اكس قوه 1 فبالتالي اذا كان عندي اف الاكس يساوي 4 اكس هاي بحكي من الدرجة الأولى ليش من الدرجة الأولى؟ لأنه X قوتها واحد طيب هسه رح نفوت بال بالمجال والمدى ولا يهمك طيب بس خلينا بالترتيب عشان نرتب افكارنا والكل يكون فاهم تمام ركزوا معي وحده طيب هون خلصنا هذا الموضوع الرئيس بكون معامل الرئيس بيكون معامل الاكس اللي عليها اكبر قوة يعني لو احكي لكم اف الاكس يساوي ثلاثة اكس قوة خمسة زائد اكس قوة اربعة ناقص ثلاثة زائد اربعة اكس قوة ستة هذا من الدرجة شو و المعامل الرئيس شو هو من الدرجة من الدرجة السادسة يعني عليكم من الدرجة السادسة لأنه أكبر قوة عندي هي ستة هيها من الدرجة السادسة طيب المعامل الرئيس معامل الرئيس أربعة يعني عليكم إيش هو معامل إكس اللي عليها أكبر قوة اللي هو هيو هيو معامل إكس اللي عليها أكبر قوة طيب بدنا نرتبه هذا خلينا خلينا F X يساوي ثلاثة أو خلينا نحكي من الأكبر للأقل أول وحدة اللي هي أربعة إكس قوة ستة زائد ثلاثة إكس قوة خمسة زائد إكس قوة أربعة ناقص ثلاث طيب الحد الثابت شو هو آه يا عيني عليك يا أيهم وبروج وإياد وعلاء أو علاء يعني عليكم كلكم سالب ثلاثة. أيها الحد الثابت اللي هو اللي ما معه اكسات اللي هو هاي الثلاث بس معها اشاره ما تنسوها اللي هو سالب ثلاث الحد الثابت اللي هو سالب ثلاث طيب ممتاز لحد هون حكينا المثال الاول احدد اذا كان كل مما ياتي كثير حدود ام لا هاي اول شيء بدنا كثير حدود ام لا طيب يا جماعه احكي لكم كيف بيكون كثير حدود ولا لا لازم يكون الاكس القوه إلها بكل الاقتران الاكس قوتها يا واحد يا اثنين يا ثلاثة يا أربعة يا خمسة اللي هم الأعداد الصحيحة الأعداد الصحيحة يعني لما أحكي لك اف الاكس يساوي اكس قوة واحد على ثلاثة هل هذا كثير حدود؟ لا ليش؟ لأنه من شروط كثير الحدود انه تكون اكس قوتها عدد صحيح مثل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يعني من نقطه واحده انتم عارفين طيب لو حكيت لكم اف الاكس يساوي جذر الاكس هل هذا كثير حدود ولا لا طيب مين يحكي لي بقدر اكتبه اف الاكس يساوي اكس قوه كم والله يا بانا اني قطع ما شاء الله عليك <applause> بانا اليوم بتع طيب اكس قوه نص والله كلكم رايحين فخمين والله العظيم انكم فخمين طيب اكس قوه نص فبالتالي هاي نص هاي عدد صحيح هاي ليست عدد صحيح وبالتالي هذا كله ليس كثير حدود تمام طيب هنا بدنا كثير حدود ولا لا طيب اكس قوة عدد سالب ما حكينا عن عدد السالب هي اكس قوة سالب أربعة شو يعني سالب يا جماعة دائما اكس قوة سالب أو أي شيء قوة سالب تمام أي شيء قوة سالب بنزله تحت أو إذا كان تحت بضلعه فوق للمقام وبصير موجب، يعني هاي على واحد طبعاً، بتصير إف الاكس يساوي بنزل هاي تحت وبصير الأس موجب، يعني بتصير واحد على إكس قوة أربعة تمام؟ يعني مثلاً أي خلينا نحكي إف الاكس يساوي واحد على x هو سالب اثنين إف إكس يساوي x قوة أو ثلاثة x قوة سالب واحد هذا شو إجاباتهم يلا هاي فرع الأول هاي فرع الثاني الأول كثير حدود ولا لا ليس كثير حدود الأول آه مين حكى الأول ا آه؟ اياد. الاول كثير حدود. طيب، لا حكينا اذا بننقل الاكس اللي عليها قوه من البسط المقام او من المقام للبسط بس بنغير اشاره القوه، اذا كانت سالب نخليها موجب، اذا كانت موجب بنخليها سالب. هون عندنا اشاره سالب هي شايفينها باللون الاحمر، حطيت عليها دائره باللون الاحمر. طيب بدنا نطلعها لفوق بدنا نطلعها لفوق بتصير شو بتصير اف الاكس يساوي لما نطلعها لفوق بتصير x قوه 2 x قوه 2 فبالتالي هذا كثير حدود من الدرجه من الدرجه الثانيه ممتازين يعني عليكم من الدرجه الثانية طيب اللي تحت كثير حدود ولا لا أيوة هذا غير كثير حدود ممتاز ليش غير كثير حدود لأنه شو بصير بصير f الإكس x يساوي الثلاثة ما تتأثر الثلاثة ما بتتأثر القوة عمين القوة على x الاكس بدي انزلها لتحت هي على واحد بدي انزلها لتحت وشو بعمل باشارتها بغيرها اذا كانت سالب بخليها موجب شو بتصير اكس قوة واحد شين اكس قوة واحد اللي هي نفسها اكس فبالتالي اذا كانت اكس تحت عندي بالمقام هذا ليس كثير حدود هذا ليس كثير حدود طيب خلينا نشوف هون شو في عنا امثله واكتب بالصوره القياسيه الصوره القياسيه يعني ترتب الاقتران يعني من الاعلى للادنى هاي هي الصوره القياسيه تمام طيب هذا اللي قدامكم شو رايكم كثير حدود ولا لا كثير يعني عليكم طيب كثير حدود ليش كثير حدود؟ لأنه أول شيء ما عندي قوة سالبة وما عندي إكس بالمقام تحت ماشي وما عندي إكس قوة كسر أو عدد غير صحيح كلهم أعداد صحيحة يعني هون هذا الأربعة ما معها إكسات وفي عندي هون إكس إكس حكينا اللي هي إكس قوة واحد وهون إكس قوة ثلاث وهون إكس تربيع طيب هذا من الدرجة الثالثة يعني عليكم هو الرئيس معامل الرئيس سالب اثنين سالب اثنين سالب اثنين ليش معامل الرئيس سالب اثنين؟ معامل الرئيس دائما بيكون معامل x اللي هي اكبر قوة شو اكس اكبر قوة اللي هي ثلاث شو معاملها هاي سالب اثنين طب كيف نرتبه هذا هاي خلينا نمسح هذول ونرتبه هاي بصير اف الاكس يساوي اكبر قوة اللي هي هي مع اشارتها يا جماعة ما تنسوا الاشارة انا بعرف انه كثير منكم بتنسوا الاشارة دائما الاشارة بتكون على يسار المقدار تكون سالب اثنين اكس تكيب زائد x تربيع زائد 6x ناقص 4 الحد الثابت الحد الثابت شو؟ سالب 4 يعني عليك سالب أربعة طيب يا جماعة كيف إن في إشي بيقطع البث ولا أموره تمام؟ طيب في ناس عندها كثير تمام وفي ناس بيحكي بيقطع الصوت طيب اللي بيقطع الصوت عنده بيكون النت من عنده ضعيف لأن النت أنا عندي قوي يعني وأكيد مجهز حالي للبث ف... اللي النت عنده بطيء يطلع من البث ويرجع يدخل ممكن يزبط عنده تمام او يقوي النت طيب انا ارجع نكمل بالنسبه للاقتران الثاني اللي هو جي لاكس طيب هذا الاقتران لو تطلعوا عليه هذا كثير حدود ولا لا ليس كثير حدود يعني عليكم ليش مش ليس كثير ليش ليس كثير حدود لانه في انه هون مشكله هون الواحد على اكس هاي مشكله شو عملت الواحد على اكس خلينا نطلعها لفوق ونشوف شو مشكلتها نحكي جي اكس يساوي 2 اكس تربيع زائد اكس لما نطلعها لفوق اكس اللي هي اكس قوه واحد لما نطلعها لفوق بتصير اكس قوه سالب واحد فبالتالي هون عندنا قوه سالبه فبالتالي هذا ليس كثير حدود طيب اتش الاكس هذا اتش الاكس كثير حدود ولا لا هاي بحكي لك لا 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 ممتاز ليس كثير حدود ليش ليس كثير حدود هو المشكلة اللي هو اتش الاكس يساوي اكس قوة كم دائما الجذر قوة نص دائما الجذر يا جماعة هي الجذر اذا كان جذر تكعيبي تربيعي إذا كان إكس قوة إن وهنا إم سواء تربيعي تكعيبي بيكون يساوي هاي هاي بتساوي إكس قوة الداخل على الخارج عارفينها الداخل اللي هو الإن على الخارج اللي هو الإم مثلا الجذر التكعيبي للإكس قوة خمسة بتصير إكس قوة خمسة على ثلاثة ممتازين خمسة على ثلاثة داخل على الخارج عارفينها طيب أحكي لكم هاي الفكرة الصغيرة كمان الثانية اللي هي لما يكون عندي مقدار مثلاً خلينا نحكي خمسة إكس تكعيب زائد إكس على أربعة بتلاحظوا إنه البسط شو البسط اكثر من حد بس كم حد حدين هاي حد وهي حد المقام كم حد المقام المقام كم حد حد واحد يعني عليك. وهي المقام هذا المقام حد واحد دائما دائما يا شباب وصبايا اتذكروها منيح مهم كثير للتوجيه لما يكون المقام تحت حد واحد والبسط اكثر من حد بنقدر نوزع البسط على المقام كيف يعني نوزع البسط على المقام يعني هاي البسط فيه الخمسة اكس تكعيب على أربعة بنعملها زائد الاكس على أربعة يعني بنحكي خمسة اكس تكعيب على أربعة زائد اللي هي نفس الإشارة اللي بينهم على اكس على أربعة هيك إحنا بنكون وزعنا البسط على المقام تمام؟ الكل فاهم فكرة توزيع البسط على المقام؟ احكولي لي اللي مش فاهم عشان أعطي مثال ثاني أو خليني أعطي مثال ثاني للاحتياط لما أحكي لك 3 زائد إكس على 24 بحكي نفسها هاي بقدر بما إنه المقام تحت عندي حد واحد حد واحد بقدر أوزع البسط على المقام يعني بحكي ثلاثة على أربعة وعشرين زائد إكس على أربعة وعشرين وبالرموز اللي بده إياها بالرموز بحكي إذا كان A زائد B على C اللي هي نفسها A على C زائد B على C هاي بالرموز يا جماعة مهمة بالله عليكم ما تنسوها طيب خلينا نشوف هون كي الإكس كير اكس هون ان فيه هاي الفكره طلعوا فيه هاي الفكره في عندنا بسط كثير بسط اكثر من حد وعندنا مقام واحد حد واحد فبالتالي هون بنقدر نوزع البسط على المقام هنا توزيع البسط على المقام طيب بتصير كي اكس يساوي ثلاثة إكس تربيع على أربعة ناقص خمسة على أربعة زائد اثنين إكس زائد اثنين إكس تمام هاي متفقين عليها صح طيب شو بدنا نعمل هسه طيب لما احكيلكوا هذا أي درجة؟ الدرجة الثانية ممتازين لأنه أكبر قوة في اثنين طيب خلينا نرتبها نحكي كي إكس يساوي هسه احكوا شو معامل الإكس تربيع شو معامل الإكس تربيع معامل الرئيس شوف هي شهد جاوبت صح يا جماعة اللي بيحكي ثلاث وتحت شو في عندي في عندي أربعة، فبالتالي ثلاثة على أربعة هو المعامل الرئيس بقدر أكتبها زي هيك ثلاثة على أربعة إكس تربيع زائد نين إكس ناقص خمسة على أربعة هيك إحنا هاي الصورة القياسية بنسميها قياسية هاي هي الصورة القياسية طيب محمد احكي لي شو بدك تفضل بنادي علي ممكن نفتح مايك للطلاب اوكي وليه. تمام تمام طيب هاي الصورة القياسية طيب المعامل الرئيس حكينا اللي هو ثلاثة على أربعة يوسف <applause> يوسف جاوب الحد الثابت بدون ما أسأل طيب شو الحد الثابت؟ سالب خمسة على أربعة رائعين ممتازين هاي هذا هو الحد الثابت طبعا مع إشارته هذا الحد الثابت طيب هذا طبعا في ثلاث حدود هاي حد هاي حدين هاي ثلاث حدود حكينا من الدرجة الثانية وحكينا المعامل الرئيس وشو بده كمان بس طيب هسة أتحقق من فهمي هون هاي بدي أختار ناس تمام يساعدوني بحلها اه نحلها مع بعض تمام ارفعوا إيديكم اه وأنا بسمح لكم تحكوا بفتح لكم مايكات بس بفتح للي بده يحكي راح أنزل إيدين الكل بس اللي بده يجاوب رجاءً اه يفتح مايك محمد بني هاني تفضل يا محمد محمد تفضل افتح المي تقدر تفتح المي يا الأستاذ. أهلا يا محمد كيف حالك؟ والله الحمد لله كيفك انت؟ تمام الحمد لله طيب محمد رتب لي هذا اتش الاكس اول شيء احكي لي هذا كثير حدود ولا لا؟ لا يا استاذ ليش؟ لانه هسه لما شلت اه الجذر بس على الاثنين صح مش على الاكس كمان الجذر الجذر بس على الاثنين اللي هي المعامل بس اه اه خلاص اه هيك تمام معناته كثير حدود ولا لا؟ اه كثير كثير حدود طيب رتب لي اياها هي اتش الاكس يساوي رتب بالصورة القياسية بدي اياها 9 ناقص 5 اكس بدي نرتبه لما نرتبه يا محمد بناخذ من اعلى قوة وبننزل نزول شو وين اعلى قوة؟ يعني جذر الاثنين اكس تخيل اس 5 يا عيني عليك جذر الاثنين اكس قوة 5 5X. ناقص خمسة إكس ناقص خمسة إكس زائد تسعة زائد تسعة رائع طيب بدي ثلاث شغلات أول إشي بدي تحكي لي أي درجة بالدرجة الخامسة أيوة درجة خامسة طيب ثاني إشي بدي شو المعامل الرئيس جذر الاثنين الرئيس. أو اثنين أس نص رئيس يعني عليك إياها بجهتين جذر اثنين او اللي هي نفس حكينا اثنين قوة نص ممتاز طيب آه ثالث اشي بدي الحد الثابت زائد تسعة حد الثابت موجب تسعة او بنقدر نحكي تسعة مباشرة رائع شكرا لك طيب خلينا آه لين اللي بعدها فرابي تفضل يا لين تقدر تفتح المايك هلا بي بيكون اف اكس هلا ما بيكون كثير حدود لان فعلا اكس تربيع بيكون هو بالمقام فلما نرفع بصير سالب فبطل كثير حدود ممتاز طيب آه لين بدي اسالك هنا بهاي الحاله بنقدر نوزع البسط على المقام نقدر بس انه ما بنستفيد إشي لانه هيك هيك بضل سالب انه مثلا طيب. انه طيب شو رايك تزيد اياها اف الاكس يساوي هاي البسط لنا وهي المقام يصير اف الاكس قوه 3 على اكس ناقص 3... لا هو لا اف الاكس يساوي هي هي ال 3 اكس بدي اوزع على... ايوه طيب. نحطها لحال ضرب اكس قوه 1 ناقص 2 ضرب اكس تربيع طيب وزعي لي هسه بس وزعي لي انه بعرف عندك انت سابقه خطوه بس خلينا خطوه خطوه 3 اكس على اكس تربيع اكس تربيع زائد 2 زائد خمسة على؟ إكس تربيع زائد 2 إكس تربيع زائد 2 زائد 2 إكس 2 إكس، رائعة، طيب هون هي إف الإكس يساوي، ارفعي لي هي لفوق هلأ بصير عندنا 3 إكس قوة واحد ناقص إكس ناقص 2 زائد 2، يعني بنفتح قوس بنحط فيه إكس تربيع زائد 2 بنحط بره 3 إكس بره؟ 3 اكس طيب 3X. شو قوة القوة قوة تبعت القوس ايش هي؟ القوة تبعت القوس بتكون سالب لان رفعناها سالب واحد بالضبط زائد خمسة وبرضه نفس الشيء هون اكس تربية زائد اثنين قوة سالب واحد زائد اثنين اكس اثنين اكس طيب شو بنلاحظ انه في قوة عندنا شو؟ عندنا يعني قوة سالبة فلا يعد كثير حدود ليس كثير حدود شكرا اليك رائع طيب خلينا نروح على فرع سي محمد سامي دراغم تفضل محمد يعطيك العافية أستاذ الله يعافيك كيفك يا محمد؟ إيه والله الحمد لله تمام كيفك أنت؟ تمام الحمد لله يلا جي قبل ما أبلش بيها بدي أسألك سؤال هسا أضح. الـ An اللي هي الحد الثابت صح؟ الـ AN اللي هي هون أنت بتحكي عن هذا هذا A0 لا الـ ان في كمان هيها -N هاي هاي آه. على يسار اي ان هاي اللي هي المعامل الرئيس اه تمام معامل الرئيس والان هي الدرجه اوكي وهذا الاي زيرو اللي هو الحد الثابت يلا انطلقون هسه اول شيء استاذ بالاول لانها هاي عليها الاس ثلاث فشو اسمه الاس ما بتوزع ما بتوزع على الجمع والطرح الاس بدنا نفكه بطريقه معينه بدنا نفكه اه بدنا نفكه بنحكي اول شيء استاذ طيب شو رايك اللي... شو رايك تراجع معي اللي هو فك الاقواس لما احكي لك A زائد B تربيع تربيع هاي دير بالك اه اللي هي بتصير اثنين بالاول بالثاني لا بنحكي الاول تربيع زائد اثنين في الاول في الثاني زائد الثاني تربيع الثاني تربيع ممتاز وإذا كانت ناقص إيه ناقص بي تربيع إيه نفس أول تربيع بس بنغير شو اسمه بنغير إشارت... الزائد من طرح منغي... إشارة شو أنو واحدة هاي الأولى ولا الثانية أنو واحدة ال إشارة الحد الأوسط أنو حد الحد الأوسط. الأوسط هاي هاي الحد الأوسط هاي إشارته من غير بالضبط 2 إي بي زائد هاي بتظلها زائد بي تربيع هاي طيب بالنسبة للتربية يا جماعة مراجعة طيب خلينا نشوف التكعيب التكعيب خلينا نحطه بلون ثاني لما احكي A زائد B الكل تكعيب هاي نحكي الاول تكعيب زائد ثلاثة في الاول في الثاني تربيع او الاول تربيع في الثاني زائد ثلاثة في الأول الثاني تربيع زائد الثاني تكعيب داخل طيب أستاذ عشان نحفظها استنى شوي هسه بدي نحفظها مع بعض طيب الأول تكعيب عفوا هون أول تكعيب أيوه. طيب لاحظوا إنه هنا زي كأنه كعبنا هاي وكعبنا هاي 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 تكعيب وهاي تكعيب بالنص شو حطينا حطينا ثلاثة في الأول في الثاني وربعنا واحد وثلاثة في الأول الثاني ربعنا الثاني تمام هذول على الأطراف هذول على الأطراف وهذولا اللي بالنص وهي الثلاثة من القانون طيب كيف ننش... كيف اشتقينا هذا القانون كيف اشتقينا حطينا اللي هي الـ A زائد B تكعيب عملناها إيش A زائد B و A زائد B تربيع صح ولا لا؟ بس فرطناها لانه الاقواس هذولا لو ضربناهم ببعض الاقواس تجمع الاسس تجمع عفوا الاسس تجمع بصير واحد زائد اثنين ثلاث بترجع نفسها بس فرطناها طيب هاي ايه زائد B خليناها وهاي فكناها الأول تربيع زائد اثنين في الأول في الثاني زائد الثاني تربيع صح هيك فكنا؟ صح طيب هسه بدي ادخل هذا القوس هذا القوس اول شيء بدي ادخل الاي بعدين ادخل البي طيب خليني ادخل الاي بتصير اي تكعيب زائد 2 اي تربيع في بي زائد اي بي تربيع صح طيب بدي ادخل البي زائد اي تربيع في بي زائد 2 اي بي تربيع زائد بي تكعيب طب نجمع الحدود المتشابهة شو الحدود المتشابهة a إيه تكعيب ما في a إيه تكعيب ثاني خلاص خليها نفسها a إيه تكعيب اثنين a إيه تربيع بي. وعندنا a إيه تربيع بي. او عفوا هون هاي a إيه تربيع b هاي اثنين إيه تربيع b و a تربيع b زي كأنه واحد a إيه تربيع بي. اثنين مع واحد ثلاثة زائد ثلاثة A تربيع B هي هذول خلصنا منهم خلصنا منهم بدنا نحط دوائر عليهم طيب وهون 2 A B تربيع تربيع ال B هون وهون التربيع على ال B 2 و 1 3 زائد 3 A B تربيع هاي ال تكعيب لحالها زائد B تكعيب هذا هو القانون اللي اشتقيناه نفسه هي هذا نفس اللي فوق أي A تكعيب اي A تكعيب ثلاثة اي تربيع بي ثلاثة اي بي تربيع بي تكعيب وبي تكعيب وصلت كيف اشتقينا القانون فبدنا نحفظ حفظ اللي هو اي زائد بي الكل تكعيب يساوي اي تكعيب زائد ثلاثة اي تربيع بي زائد ثلاثة اي ب تربيع زائد بي تكعيب هذا أيوه حفظ طب إذا كان ناقص إذا كان ناقص إذا كان A ناقص B الكل تكعيب شو بنعمل؟ بنغير من الإشارات بس مش كل الإشارات وحدة لا وحدة أه وحدة لا وحدة أه يعني وحدة لا هاي هاي لا هاي من غير اشارتها هاي لا هاي من غير اشارتها يعني يعني هاي لا اه لا اه هيك القاعده فالاولى لا فبتضلها فبتص... اي تكعيب وهي اه ناقص ثلاثة اي تربيع بي وهي لا بتضلها زائد ثلاثة اي بي تربيع وهي اه اللي هي ناقص بي تكعيب وهاي برضو كمان حفظ تمام يا جماعة في حد عنده سؤال اكتبوا على الشات إذا حد عنده سؤال استدعيت لو سمحت صعبة شوي عن شو بتحكوا صعبة تفضل يا لومة اه عيد لو سمحت كان مراجعة اعطينا مسائل تفضل يا احمد عندك سؤال احكي استاذ بلش احل بسي طيب بس خلينا نشوف اذا عندهم اسئله طيب خلينا نحل سي وبنرجع لها هاي طيب حل لنا سي يا ابو حميد يلا هاي جي استاذي انا لو اني بدل ما عملت الطريقه اللي قلت عنها اللي هي تعيد آه. تحليل الاقواس وحطيتهم آه. ثلاث اقواس دغري بزبط ولا ما بزبط؟ حطيتهم ثلاث اقواس بدك ضلك تدخل 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 يعني؟ اه صح بظبط بس كثير 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 طويله وبتغلب حالك كثير طويل انا عملت زي يعني. هيك طلعت تسعة ناقص ثلاث اخذت معك صفحه كامله صح تقريبا اه فهو ليش تاخذ معك صفحه كامله خلص خلينا نحلها بخطوتين يلا الاثنين اكس هاي ما بنبلش فيها اللي برا خليها آه. طيب خلينا نفك القوس حكينا الاول التكيب تكيب لما يكون في ناقص واحده لا واحده اه واحده يعني واحده موجب سالب موجب سالب يعني هاي موجب اللي بعدها سالب راح تكون ثلاث ثلاثه في في الأو... الاول تربيع في الثاني صح؟ اللي هو ثلاثه تربيع يلا ثلاث تربيع اللي هي استاذ ثلاث ب... ب... ثلاث تربيع في ايش؟ في اكس في اكس يلا واحده هاي موجب دور الموجب هسه ثلاثة في ثلاثة في إكس إكس الأس ثلاث إكس تربيع إكس تربيع هسا ناقص إكس قوة كم قوة ثلاثة يعني. أيوة يعني أستاذ طيب. الأولى بتيجي خلينا نرتب ال... اللي بجوا القوس خلينا نرتب اللي جوا القوس يا محمد اه خلينا. استاذ انت أس. الاولى حطيتها اس اثنين لازم هي اس ثلاث صح؟ اه اه صح صح ممتاز هاي آه ثلاث طيب يلا يا محمد رتب لي طيب ثلاث نجمع الحدود المتشابهه طيب خلينا نفك التربيعات ماشي وين المساله ثلاثه تكعيب كم إيه، سبعة 27 ماشي ناقص وانا في عندنا ثلاثه تربيع وفي عندنا ثلاث ضرب ثلاث إيه، بتصير 27 برضه 27 اكس زائد ثلاثة بثلاث تسعة اكس تربيع طيب. ناقص اكس تكعيب ممتاز طيب شو بدنا ندخل ايش هسه؟ هسه بدنا ندخل 2 اكس بدنا ندخل 2 اكس يلا دخل 2 اكس على كل الحدود ترى جي تصير uh, 27 في 2 54 54 اكس اكس ناقص 54 اكس كمان ايوه اكس شو؟ uh, زائد سنه شوي اكس يو محمد أه. احنا هيك دخلنا اكس تربيع لانه في عندي اكس دخلنا إكس. إكس. اكس واكس بتصير اكس تربية طيب يلا زائد اه تسعة في اثنين اللي هي 18 اه اكس الاس ثلاث ايوه والاخيره بتصير اه اثنين اكس الاس اربعه اكس القوة اربعه بالضبط يعني طيب بدي منك ترتبه شوي نرتبه بالصوره القياسيه الصوره القياسيه بصير سالب 2 اكس الاس 4 سالب 2 اكس قوه 4 رائع زائد 18 اكس قوه 3 18 اكس قوه 3 ممتاز ناقص 54 اكس قوه 2 ايوه زائد 54 اكس يعني, يعني ممتاز 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 رائع هسه هذا استاذ كثير حدود من الدرجه الدرجه الرابعه الرابعة يعني عليك هي الدرجة الرابعة طيب معامل الرئيس السالب اثنين معامل الرئيس هي السالب اثنين الحد الثابت ال 54 الحد الثابت ايه صفر 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 ايوه صفر يعني عليك هي الحد الثابت يساوي صفر طيب الحد الثابت هو ايه صفر صح استاذ؟ اللي هو صفر لانه اي شيء اي اقتران بقدر ازيد عليه صفر وبظل نفس ما هو صح؟ تمام صحيح فبالتالي الحد الثابت معتبره صفر شكرا كثير لك يا ابو حميد رائع ما الله يعافيك شكرا لك طيب خلينا نشوف فرع دي طيب في شهد الرواشدة طيب شهد وينك ثواني شهد شهد شهد, شهد. يلا تفضل يا شهد شاهد معنا شاهد تقدر تفتح المايك كيفك يا شاهد؟ الحمد لله تمام تفضل يا شاهد يلا خلي لنا السؤال فرادي هلا هو بيكون كثير الحدود اول إشي ممتازة لانه اصلا الاكس بتكون يعني مرفوعه وهي بتكون اصلا بسط فما راح تكون آه. سالب ما في إشي سالب فيه الصورة طيب. القياسية تبعته بتكون أيوة سالب إكس سالب. قوة خمسة زائد سالب سبعة إكس قوة آه سالب خمسة. سبعة إكس أيوة. قوة خمسة أيوة زائد إكس على ستة قوة إكس ثلاثة تكعيب على ستة إكس تكعيب على ستة ستة زائد اثنين باي اثنين باي طيب الباي كم قيمتها التقريبية يا شهد؟ ثلاثة فاصلة أربعة كأنه ثلاثة فاصلة أربعة أربعة أيوة قيمة التقريب يعني هي فعليا هي عدد صح؟ أوه. آه مش متغير يعني عدد قيمتها ثابتة طيب آه هذا بالنسبة للمعامل طب المعامل الرئيس هنا كم؟ سالب سبعة هذا المعامل الرئيسي اللي هو سالب سبعة طيب الاقتران من الدرجة شو؟ الدرجة الخامسة من الدرجة الخامسة ممتازة طيب الحد الثابت بيكون اثنين باي الحد الثابت اثنين باي طيب بدي أسألك سؤال شو معامل إكس تكعيب معامل إكس تكعيب آه واحد على ستة يا عيني عليك ممتازة واحد على ستة رائعة لأنه يا يعني جماعة تحت هو فعليا بنقدر نكتب هاي نقدر نكتبها كيف واحد على ستة إكس تكعيب تمام فهي المعامل مش ستة لأن ستة لما يكون فوق آه بس خلصت الأسئلة وشكرا كثير لك يا شهد يعطيك العافية أستاذ الله يعافيك يا رب طيب يا جماعة خلينا نحكي شوي ولا بدكم استراحة خمس دقايق بدكم استراحة ولا لأ؟ طيب ما بتقص اشرحها شكلكم خلص خلينا نكمل العد يلا خلص ماشي ماشي بنكمل طيب بالنسبه للمجال والمدى دائما هو المجال مجال دائما بدي ابسط لكم اياه ما بدي اعطيكم تعريف واشياء صعبه بدي اشرح لكم اياه بطريقه بسيطه هو الاعداد اللي بقدر أعوضها بالاقتران هو الأعداد اللي بقدر أعوضها بالاقتران مثلا لما أحكي لك f x يساوي 3 x تربيع شو بقدر أعوض بالاقتران مكان x بقدر أعوض كل الأعداد سالب موجب صفر أي عدد بخطر ببالك بقدر أعوضه ليش؟ لانه خلاص مكان اكس تربيه اي عدد بقدر اربعه فبالتالي كل الاعداد هاي الاعداد الحقيقيه بنسميها الريال نمبر هيها ريال نمبرز لأن نمبرز اللي هي الاعداد الحقيقيه الاعداد الحقيقيه نرمز لها بالرمز ار نرمز لها بالرمز R R اللي هو الريال نمبر الأعداد الحقيقية يعني كل الأعداد طيب لما أحكي لكم F ال X يساوي واحد على X بقدر أعوض أي عدد مكان شو مكان X يعني ممكن أعوض سالب ممكن أعوض سالب خمسة سالب عشرة سالب عشرين سالب مليون الموجب بقدر أعوض واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة للمال نهاية. بس شو اللي ما بقدر أعوضه الصفر إنه برياضيات لا يجوز القسمة على صفر هاي ملاحظة ملاحظة لا يجوز القسمة على صفر فبالتالي بقدر بحكي انه مجال هذا الاقتران مجاله اللي هو كل الريال نمبر انا فعليا بقدر اعوض كل الاعداد ما عدا اي هاي معناها ما عدا ما عدا شو ما عدا الصفر بنحطه بمجموعه رمز المجموعه بتعرفوه هذا رمز المجموعه بنحط بس الصفر فيه هاي مجموعه مفردة بنسميها اللي هي فيها عنصر واحد اللي هو الصفر طيب نعوض قيمتين طيب صح لا يجوز القسم على صفر هاي بيعطينا قيمة غير معرفة طبعا طيب هذا بالنسبة للمجال طيب خلينا نحكي شوي عن خلينا نشوف تعال الترتيب خلينا المدى طيب خلينا نحكي عن المجال المدى بالنسبة للمدى هو ناتج تعويض المجال شو اللي بنتج من المجال هذا هو يسمى المدى مثلا طيب خلينا نرجع نيتم F أو G ال X يساوي ثلاثة X 3 إكس خلاص بس طيب حكينا شو مجاله هذا مجال مجال يا شباب صبايا مجال 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 شو يعني مجال يعني شو اللي بقدر أعوضه شو في مجال أعوض أرقام المجال شو في مجال عوض ارقام ماشي جميع الأعداد الحقيقي رائع يا بشرى يعني الار اللي هو ريال نمبر اللي هو الار مجال شو في مجال عوض ارقام ماشي بالضبط المجال هي مجموعة الأرقام ممكن التي ممتازة يا جنة بس ما بدنا نحفظها بدنا نفهمها تمام؟ آه، اكتبوا لي المجال شو في مجال أعوض أرقام؟ يلا، أريد أكتب لكم إياها أنا، المجال شو في مجال أعوض أو أعداد، خلينا نحكي أعداد أدق، شو في مجال أعوض أعداد؟ مجال شو في مجال أعوض أعداد؟ إنه العدد بيختلف عن الرقم. انتم عارفين؟ طيب يلا شو الفرق بين العدد والرقم؟ شو الفرق بين العدد والرقم؟ يلا ارفعوا ايدكم اللي بده يجاوبوا. هاي نزلت كل الايدين اللي بده يجاوب يرفع يدي، شو في؟ شو الفرق بين العدد والرقم؟ يلا يا يزن احكي لي. كيفك يا يزن؟ الرقم اللي هو الحمد لله. يلا احكي الرقم اللي هو السائل اللي هو الرقم بيكون بيكون كل الاعداد الاعداد بتكون كل كل الاعداد الحقيقيه يعني الريل الري نمبر والسالب السالب والموجب تبعون الاعداد طيب اما الرقم اللي هو بس بس الموجب آه غلط معلش طيب. طيب يلا يا احمد احكي يعطيك العافيه استاذ الله يعافيك يا احمد كيف حالك؟ أه الحمد لله الله يسعدك استاذ أه هسه العدد اعتقد من واحد لتسعه والرقم اللي من عشره وفوق قربت قربت <applause> قربت نهض العاب الصراحه قرب. قرب. يعني قربت قربت يعني في عندك معلومات قربت خلينا نشوف الثاني طيب نشوف بشرة بشرى كيف تمام الحمد لله الحمد لله احكي لي آه هلا العدد آه ما آه ما لها نهايه ولا بدايه اما الارقام آه بتبلش من صفر لتسعه الارقام من, من صفر لتسعه رائعه ممتازه هاي الرقم بيكون يا يعني اما صفر واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه يا بس هاي الأرقام عندنا بالرياضيات هاي بس هي الأرقام بس هاي الأرقام إذا صار تركيبة بين رقمين يعني تسعة وستين أو سبعة وخمسين أو ثلاثة وأربعين هاي أعداد بنسميها هاي أعداد مش أرقام غلط نحكي عنها رقم ماشي بس سبعة وخمسين هاي مش رقم هاي عدد تمام بس احنا ماشي متعودين عليها ارقام ارقام وارقام بس هي فعليا لازم تعرفوا الصح عشان تكونوا عارفينه هاي اعداد تمام هاي معلومه يعني اكيد مش مطلوبه منكم بس يعني حلو انكم تعرفوها ايوه الرقم اللي بيكون خانه واحده والاكثر من خانه بيكون عدد تمام يا جماعه وصلت شكرا لانك عرفتني العفو يا سادي طيب هاي معلومات على جنب مش مش ضروري تكون مطلوبه منكم كلكم يعني بالماده طيب حكينا المدى اللي هو ناتج تعويض المجال مثلا وين كنا عند الثلاثي اكس طيب ثلاثي اكس مجالها ار طيب وشو ممكن تطلع لي شو ممكن تطلع لي يعني هو هيك مثلا هاي اف او جي اكس خلينا نحكيها جي اكس بندخل عليه مجال وبيطلع لي مدى بندخل عليه مجال وبطلع لي مدى, مندخل عليه مجال وبطلع لي مدى. تمام يعني المدى اللي هو الناتج طب لما احكي لك آه هاي بدي بدي اعوض جي الواحد جي الواحد اللي هو ثلاثة ضرب واحد اللي هو ثلاث هذا الثلاث هذا ناتج هذا الناتج بالمجال ولا بالمدى في في المدى رائعين في المدى هذا تمام الواحد اللي دخلتها هاي في المجال يا يعني عليكم عرفتوا كيف تفرقوا بين المجال والمدى او فهمتوا فكرتهم لازم تفهموا الفكره العامه عشان أه نقدر نكمل ممتازين طيب هون شو بحكي لنا هون بده يمثل كثير الحدود بيانيا بيانيا يعني على المستوى الاحداثي بتعرف المستوى الاحداثي اللي هو مكون من محور x ومحور y اللي هو زي خطين اعداد هيك اللي ما بعرفه واكيد بتعرفه مر عليك قبل طيب طبعا هذا مرقم هيك بنحدد عليه شو؟ ما بقدر احكي بدي احدد عليه واحد ما بزبط احدد عليه واحد دائما هذا المستوى الاحداثي لازم نحدد عليه نقاط نقاط شو يعني؟ نقطة مكونة من اكس وواي يعني مثلا بحكي لك حدد النقطة واحد وخمسة واحد وخمسة كيف بدنا نحددها؟ يعني اكس واحد وواي خمسة إكس واحد وين؟ هاي بنروح على محور إكس بنمشي عليه هيك بنروح نمشي على محور إكس بنشوف وين الواحد هاي الواحد هون بطلع 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 حد ما أتقاطع مع الخمسة الواي هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هاي الخمسة نقطة التقاطع هاي بتكون النقطة هاي اللي ما بيعرف يحدد على المستوى الإحداثي لازم نكون كلنا عارفين أنا ماشي بحكي شغلات بسيطة ممكن لبعض الناس بس عشان كلنا نمشي مع بعض وكلنا نكون فاهمين واللي فاهم يراجع معلوماته تمام عجبتكم هاي الطريقة ولا بدكم ندخل بالمادة دغري هيك كود كويس طيب ممتاز طيب اوكي ماشي لا كويس الكل بيستفيد لا كمل منيحه طيب يلا يا شباب خلينا نكمل نرجع نركز طيب فبالتالي هاي النقطة اللي حددناها هي عبارة عن واحد وخمسة طيب لو عكسناهم هل هاي تساوي خمسة واحد خلينا نحدد خمسة واحد نشوفها وين خمسة واحد هاي منروح عند الإكسات خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هي الخمسة الإكسات باللون الأسود والواحد عند الواي اللي هي هيها هون بالتالي هي النقطة هل هاي النقطه نفس هاي النقطه لا اكيد لا وبالتالي الترتيب مهم ما بصير يعني اكس واي لا تساوي واي اكس طيب خلينا نشوف كيف بدنا آه، نمثل كثير الحدود هذا مثلا على المستوى الاحداثي دائما بدنا نعمل جدول بدنا نعمل جدول من ايش مكون مكون من مدخلات ومخرجات بتعرفوا بالحاسوب تذكروا أيام زمان المدخلات المجال والمخرجات اللي هي المدى طيب خلينا ندخل أرقام ندخل أرقام من عندنا عشوائي لأنه ليش عشوائي؟ بقدر أدخل أي رقم؟ خلينا نشوف بس هذا شو مجاله؟ كثير حدود دائما كثير الحدود مجاله الريال نمبر طيب اكتب يا ملاحظة دائما كثير الحدود مجاله R شو يعني R؟ بقدر أدخل أي شيء عليه مدخلات طيب خلينا نحكي X هون وهاي Y شو بدنا ندخل عليه؟ ندخل عليه هون أعطيني فترة فترة شو يعني؟ لما طبعا مجال R لأنه هون مجاله R لما ما يكون أعطيني فترة ماشي بشكل عام احنا بنحكي لما يكون عطيني فتره لما يكون عطيني فتره هاي بتكون الفتره هي المجال لما يكون بالسؤال عطيني فتره وين مش عطيني فتره هون مش عطيني فتره فهذا دغري مجاله ار تمام يعني نطلع على كثير الحدود عطيني فتره هي المجال مش عطيني فتره مجاله ار تمام طيب هاي المجال اه طبعا المجال زي هيك مكتوب نقدر نكتبه على شكل فترة الفترة إيش هي؟ الفترة يعني من سالب ثلاث حكينا إكس مواقع بين سالب ثلاث وثلاث خليني أفرجيك إياها على خط الأعداد هاي خط الأعداد هاي سالب ثلاث وهاي ثلاث مو هون الصفر طيب حكينا إكس جايب هاي الفترة إكس بهاي الفترة اكس هون هون اكس طيب الأطراف ممكن تكون اكس ثلاث طيب بنشوف إذا في مساواة معناته الفترة مغلقة هاي فترة مغلقة إذا ما في مساواة مفتوحة مغلقة كيف بنرسمها هيك هيك طيب خلاص بنسكر عليها هون مغلقة لو كانت مفتوحة بتكون هيك قوس أما مغلقة بتكون هيك طيب ونقدر نكتبها ايش هاي كيف نقدر نكيها من سالب ثلاث ل ثلاث هاي برضو فترة طيب خلينا نمشي شوي هون اكس بدنا ندخل عليها ندخل عليها اقل شيء بالفترة اللي هو خلاص يلا سالب ثلاث سالب ثلاث شو بدنا ندخل عليها كمان خلينا ندخل عليها صفر خلينا ندخل عليها الثلاث تمام خلص وقفنا عند الثلاث ما بصير نعوض اربعه انه اربعه بنطلع برا المجال مش مسموح لنا طيب بما انه هون هذول دخلناهم بدنا نشوف المخرجات بدنا نشوف المخرجات ايش هي المخرجات اللي هي تعويض هاي الاكس في الاقتران يعني بدنا نطلع اف السالب ثلاثة شو يعني اف السالب ثلاث هو شو حط بدل الاكس حط بدل الاكس سالب ثلاثة طلعوا هاي بالاحمر هاي الاكس وهي هون سالب ثلاث حط بدل الإكس سالب ثلاث بالتالي إحنا جوا الاقتران بدنا نحط بدل كل إكس سالب ثلاث يلا ننطلق نمسحلكم هذول عشان ما يجيبوكو هاي أن هاي اقتران يلا يساوي سالب ثلاث تكعيب ناقص ثلاثة ضرب سالب ثلاث ناقص اثنين سالب ثلاث تكعيب حكولي سالب ثلاث تكعيب كم سلام سالب سبعة وعشرين سالب سبعة وعشرين يا عين عليكم لا اذا بحكي سبعة وعشرين هيا نسي السالب راين سالب سبعة وعشرين طيب هنا ناقص ثلاث ضرب سالب ثلاث كم بتطلع تسعة يعني زائد تسعة ناقص اثنين سالب سبعة وعشرين زائد تسعة سالب عشر ناقص اثنين اللي هي سالب عشرين سالب عشرين طيب بما إنه هاي الصورة هاي الصورة هاي بالمجال ولا بالمدى؟ يعني عليك وهي مخرجات هاي المدى هاي في المدى يلا سالب عشرين الصفر سهلة الصفر خلينا نعوضها بسرعة لأنها سهلة بدنا اف الصفر يلا بدل كل اكس صفر صفر تكعيب ناقص ثلاثة في صفر ناقص اثنين اف الصفر يساوي بسرعة يعني عليكم سالب اثنين سالب اثنين وهي هاي بتروح وهاي بتروح بضل الاثنين مع إشارتها سالب اثنين سالب اثنين والثلاث الثلاثة شوي راح تغلبنا بس عادي اف الثلاث يساوي ثلاثة تكعيب ناقص ثلاثة في ثلاث ناقص اثنين ثلاثة تكعيب سبعة وعشرين ناقص تسعة ناقص اثنين سبعة وعشرين ناقص تسعة عشر ناقص اثنين 16. 16 طيب هذولا مخرجات وهذولا مدخلات حكينا طيب هذولا عبارة عن نقاط حكينا عنهم اللي قبل شوي هي عبارة عن x و y صح هاي نقطة اللي بنمثلها على المستوى الإحداثي طيب أول نقطة عندي هي سالب ثلاث وسالب عشرين ثاني نقطة صفر وسالب اثنين ثالث نقطة، ثلاث وستاش، طيب لو نمثلهم على المستوى الإحداثي، أي مستوى البياني أو الإحداثي، اللي هو اكس واي سالب ثلاث وسالب عشرين، تقريباً، إحنا بنرسم تقريبي طبعاً، مش مخطط عنا. وعندنا صفر وسالب اثنين أي صفر من روح وسالب اثنين من شوي هاي هاي وعندنا ثلاث وستاش هاي ثلاث وهاي ستاش هايها تقريبا هون طيب هذا الاقتران. هذا الاقتران طبعا لازم بصراحة نعوض قيم أكثر لأنه هذا اقتران تكعيبي الاقتران التكعيبي دائما بتكون رسمته مش دقيقة يعني مثلا الاقتران الخطي بيكون خط الاقتران التربيعي بيكون هيك يا لفوق يا إما لتحت بس الاقتران التكعيبي بدنا نعوض نقاط أكثر طلعوا هنا معوض السالب ثلاث والسالب اثنين والسالب واحد والصفر والواحد واثنين والثلاث طلع صورهم كلهم هاي هذولا مدى هذولا مدى هذولا مجال نطلع الأزواج المرتبة بنسميهم هذولا أزواج مرتبة طيب الزوج المرتب طبعا مكون من إكس واي بالضبط يا ريماس لازم من التكعيبي قد ما نقدر نعوض قيم نعوض بس هو بصراحة شوي بغلب فمش كثير بركزوا عليه طيب فهون عوضنا قيم فطلع معنا النقاط هيها هاي نقطة طلعت معنا هون، هاي اللي هي سالب ثلاثة وسالب عشرين، وهون, وهون 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 وصلنا بينهم بخط منحني، هاي طلعت زي هيك. تمام؟ طيب، هسة هذا اقتران تربية اللي راح يكون الثاني، هاي تحقق من فهمي، هذا اقتران برضو تكعيبي. وهي مجاله من سالب ثلاث ثلاث كمان فبالتالي نفس الاشي لازم اظني اعوض أي اعمل جدول x y سالب ثلاث سالب اثنين سالب واحد صفر واحد اثنين ثلاث أوقف بدي اوجد النقاط واعوضها هون اقتران تربيعي اقتران تربيعي هذا راح تكون رسمته يا اما لفوق يا اما لا طيب يكون مفتوح للأعلى هو فعلياً ب هذا راح يكون مفتوح للأسفل ليش مفتوح للأسفل؟ لأن معامل إكس تربيع هذا سالب وبالتالي راح يكون مفتوح للأسفل تمام طيب لو ما كان في شرط يعني ما في من رقم كذا لرقم كذا اه يعني مثلا اياد بيسالنا لو ما اعطانا المجال اعطانا دو كل الريال نمبر فبالتالي احنا حرين هنا بالاختيار الاعداد اللي بدنا نعوضها تقدر تحط نفس الشيء هيك تقدر تحط أربعة سايتة أربعة وخمسة وستة وأي رقم بدك إياه بس أنت راح تحط أرقام قليلة ليش لأنه المستوى البياني اللي عندك فعليا ما بتحمل كثير ارقام يعني الى خمسين و60 فراح تكون ارقام بسيطه لا مثلا لسته بكثير سبعه استاذ تقدر تكمل هذه سريعه اخر الحصه اعاده لشولة يا ايه والحصة مسجلة إذا بدك الحصة نفسها بتكون مسجلة وإن شاء الله راح ننزلها على اليوتيوب أه بأقرب وقت لوما بدها تفتح مايك تفضل يا لوما هسه بفتح لك المايك تفضل احكي مرحبا أستاذ أهلا يا كيف حالك؟ ممكن الحمد لله ممكن تشرح تشرح لنا الت... التربيعي؟ التربيعي اللي هو فرابي زي فرابي؟ اه. طيب هنا طبعا إحنا بنحكي أعطينا مجال لا مش أعطينا مجال فبالتالي المجال اللي ممكن أعوضه اللي هو أر كل الأعداد حقيقية طيب خلينا نعمل جدول هاي إكس واي نعوض في أعداد طيب خلينا نشوف هاي سالب اثنين وسالب واحد وصفر واحد واثنين طيب هون هاي الرسمة طبعا x وهاي y, y خلينا نعوض السالب اثنين طبعا سالب اثنين تربيع اللي هي اربعة اربعة في نص اللي هي اثنين بيطلع سالب اثنين نحكي عن f السالب اثنين احنا يساوي سالب اثنين زائد سالب اثنين في ثلاث سالب ستة ناقص ستة زائد ثلاثة ونص سالب اثنين ناقص ستة اللي هي سالب ثمانية زائد ثلاثة ونص سالب ثمانية زائد ثلاثة اللي هي سالب خمسة ونص سالب أربعة ونص سالب أربعة ونص سالب واحد ممكن أعوضها برضه اللي هي إف بالسالب واحد اللي هي سالب نص يعني نعوض دوري سالب واحد تربيع واحد طبعا لانه التربية بشيل السالب آه واحد وسالب نص سالب نص بضلها ناقص ثلاثه زائد ثلاثه ونص ناقص نص زائد ثلاثه ونص ثلاثه ناقص ثلاثه يساوي صفر تطلع صفر طيب نشوف بالنسبه للصفر تعويض الصفر راح يكون دائما تعويض الصفر يا جماعه بشيل كل الاكسات اف الصفر بشيل كل الاكسات بضل عندي الحد الثابت بس اللي هو ثلاثة ونص ثلاثة ونص طيب بالنسبة للواحد تطلع سالب نص زائد ثلاث اللي هي اثنين ونص زائد ثلاثة ونص اللي هي ستة طيب بالنسبة للاثنين اثنين تربيع اربعة نصها آه. نصها اثنين تطلع سالب اثنين زائد ستة زائد ثلاثة ونص، سالب اثنين زائد ستة اللي هي أربعة، زائد ثلاثة ونص اللي هي سبعة ونص. طيب خلينا نحطهم على خط الأعداد. أول نقطة عنا سالب اثنين وسالب أربعة ونص، هي سالب اثنين وسالب أربعة ونص تقريبًا هون بتيجي، وسالب واحد وصفر، هي سالب واحد وصفر. وعندنا صفر وثلاثة ونص صفر وثلاثة ونص تقريبا هون واحد وستة واحد وستة اللي هي هون واثنين وسبعة ونص اللي هو هون تقريبا تطلع رسمتها هيك راح تكون تكملتها هيك لازم نكون عارفين رسمة الاقتران التربيعي انها قوس يعني زي حرف اليو يا اما يو لفوق يا اما يو لتحت وطلعت يو لتحت ليش؟ لانه معامل اكس تربيع هذا سالب دائما حسب معامل اكس تربيع حسب اذا كان موجب لفوق الفتحة واذا كان سالب لتحت اه شكرا استاذ العافيه عفوا الله يعافيك يا رب ان شاء الله تكونوا يا جماعه استفدتوا من حصه اليوم ماشي و يعني ان شاء الله راح نكمل مع بعض بهذا الاسلوب أه ماشي أسلوب بسيط بعرف أه بس أه بفهم الجميع إن أه شاء الله تكونوا استفدتوا العفو 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 الحمد لله الله يعافيكم جميعا الله يعافيكم جميعا طبعا أه جمع كثيرات الحدود إن شاء الله الحصة الجاية أو اللي بعدها. سواء مثلا على يوتيوب أه ما بعرف بصراحة ما بقدر أعطيك وقت لما تجهز إن شاء الله بنزلكم يا ما شاء الله عليك يا شاهد ممتازين طيب لهون انتهت حصتنا كنت معكم أنا الأستاذ بسام حباشني من منصة أبواب شكرا كثير لكم استفدنا من الحصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بنلقاكم يوم الأربعاء بنفس الوقت